غاد عيد تسأل: لماذا تقف الوظيفة عند حدود الطائفية؟ موظفون ينجحون في مباراة الخدمة المدنية ويرسبون في امتحان الانتماء المذهبي. كيف ينتمي اللبنانيون إلى وطنهم طالما هم رهينة المحاصصة؟ الوظيفة العامة في خدمة الدولة أو الوزراء؟ وإلى متى يتجاهل المسؤولون تنفيذ أحكام الدستور؟ هو عنوان الحلقة المقبلة من برنامج الفساد، الأربعاء 9:15 مساء على الجريد.